بين استحقاقات السياسة وتداعيات الاقتصاد جدل حول انتخابات 2021 في المغرب، وحقوق العمال عنوان لمعركة جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل التونسي، واحتدام المنافسات لحصد لقب أفضل مدرب في العالم لكرة القدم. برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. صباح الخير عليك يا رؤى. صباحك يا باسل. الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي يا رؤى أكيد فترة صعبة، مفيش حد يختلف على الكلام ده. ساعات بيصيبنا نوع من الإحباط طبعا، يعني بنحس إنه اللي بيحصل ده كتير قوي علينا، مش قادرين نستحمل، مش قادرين نكمل. ويمكن هو ده الوقت المناسب إننا ننظر حولنا، نتعلم دروس مفيدة من ناس تانيين، وهنا كلامنا بالتحديد عن الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فعلا بيعطونا دروس في تحدي كل العوائق والصعاب وقهر المستحيل. يعني لو تشوفي كم الأمل والسعادة اللي بينشروهم بمجرد نزولهم الملاعب وإصرارهم على لعب مثلا مباراة كرة قدم على أعلى مستوى، مع أن أغلبهم اللي احنا شايفينهم على الشاشة مثلا لا يمتلكوا سوى قدم واحدة. طبعا البعض منهم بيذهب لأبعد بكثير من هذا وبيعتني منصات التتويج في ألعاب كثيرة مختلفة. صحيح يا باسل، يعني خصوصا موضوع الرياضة بالذات لها دور كبير في موضوع التعزيز الثقة بالنفس، بتخليهم يمارسوا حياتهم ويعيشوا يعيشوا مثلهم مثل غيرهم، يعني ما يحسوا بأي فارق. واللي صار تحديدا في قطاع غزة، رجع مجموعة من لعيبة كرة القدم في فلسطين تحديدا، جميعهم من مفتوري الأطراف زي ما حنا شايفين، وكثير منهم اعتمدوا على العكاكيز. رجعوا للملعب بعد ما تم تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا هناك. طبعا يتنافس حوالي 80 رياضي بالغ ممن فقدوا أحد أطرافهم في طبعا دوري كرة القدم الخاص بهم. أغلبهم أصيب خلال الحرب بسبب جمعية فلسطين لكرة القدم البتر في غزة. طبعا هنا بالتحديد بترعى الدوري جمعية فلسطين لكرة قدم البتر، ولها كل التحية طبعا بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي بتوفر هي أيضا الملابس الرياضية والعكاكيز بهدف تأهيل هؤلاء الرياضيين وإعادة دمجهم في المجتمع. عموما زي ما قلنا، يعني هذه رسالة الصباح لكل شخص شايف أنه المستجد في حياته خلاها مستحيلة. خلونا نشوف ونتعلم علشان يعني بعد كده لما نقول مش قادرين يبقى على الأقل عارفين معناها ومتأكدين ان احنا نقصد الكلمة دي. في الوقت اللي تنشغل فيه الحكومة المغربية إنها تحتوي الأزمة الصحية وأثار فيروس كورونا على الاقتصاد والسياحة وعلى مختلف القطاعات، يظهر موضوع جديد حتى يكون في واجهة النقاش العام. في طبعا ناس قاعدة تطالب بتنظيم الانتخابات اللي هي تشريعيات 2021 في وقتها بتأييد من المعارضة وأحزاب أخرى. طبعا هذا التأييد أثار يعني انتقادات كثير، وانتقادات البعض خاصة إنه الاقتصاد الوطني هذه الأيام بيشهد تراجع غير مسبوق بفعل تداعيات جائحة كورونا. وما الجدل دائر بين من يرى أن الأزمة كلفت الحكومة الكثير وليس هناك مبرر لخسارة المزيد من الأموال على تنظيم الانتخابات القادمة، بينما يمكن تأجيلها إلى حين تعافي الاقتصاد. ولكن هذا الأمر بالتحديد طبعا يراه البعض تهديدا للديمقراطية والحياة السياسية في المغرب الذي يواجه انتقادات حقوقية من منظمات أممية أبرزها منظمة العفو الدولية بسبب تراجع مستوى الحريات السياسية. من الناحية الاقتصادية مظاهر الأزمة تبدو واضحة ولا تخفى على أحد، فالحكومة المغربية اعتمدت سياسة تقشفية تقوم على تقليل الكوادر البشرية، وهذه السياسة ستؤدي وفق مراقبين إلى رفع نسبة البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية. وزارة الداخلية أعلنت عن تأجيل سجل دعم الفقراء إلى عام 2022 بسبب عقد انتخابات 2021 المكلفة. لذلك يؤكد خبراء الاقتصاد أن تنظيم انتخابات بهذا الحجم يتطلب ميزانية ضخمة، وهو ما يتعارض مع وضع المملكة حاليا. ويؤكد خبراء أن الاقتصاد المغربي يحتاج سنة على الأقل بعد رفع الحجر الصحي حتى تتعافى القطاعات الاقتصادية. كما أن اهتمام المواطن بالشأن السياسي والانتخابي سيكون ضعيفا، مما ينتج عنه عدم ذهاب الناس إلى صناديق الاقتراع.
يكثر الحديث في الأوساط السياسية المغربية حاليا عن الانتخابات العامة المقررة في يونيو حزيران عام 2021. جل الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة تتشبث بخيار الإبقاء على الانتخابات في موعدها، لكن البعض منها لا يعارض التأجيل لارتباطه بطبيعة التعاطي مع أزمة كورونا وإكراهاتها. ما كاينش أسباب أو دواعي استثنائية لتأجيل الانتخابات وحكومة وحدة وطنية، وبالعكس نتشبث بأنها تكون في الموعد ديالها. من ينادي بالتأجيل يقول إن الظرفية غير مناسبة ويجب التفرغ للقضايا الاجتماعية والاقتصادية وإعداد برامج قادرة على خدمة المواطن في مرحلة ما بعد كورونا، كما دعت العديد من الفعاليات السياسية والمجتمعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تدبير الشأن العام في انتظار إجراء الانتخابات العامة. حان الأوان لتشكيل حكومة جبهة وطنية ديمقراطية تضم الأحزاب السياسية وفعاليات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، وذلك لكسب الرهان للمرور إلى مغرب المستقبل، مغرب ما بعد كورونا. المواطنون المغاربة منقسمون بين مؤيد لفكرة تأجيل الانتخابات ورافض لها، وبين من يرى أن الانتخابات في حد ذاتها لا طائل من ورائها. الانتخابات يمكن دير في وقتها. تأجيل الانتخابات في المصلحة ديال العامة مع هذا المرض ديال كورونا. هي في الحقيقة هذه الانتخابات أنا بالنسبة لي ما نفعتنا بوالو. وسط هذا الجدل الدائر حول تأجيل الانتخابات المقبلة من عدمه، الحكومة المغربية سائرة في طريق التحضير لهذا الاستحقاق، لكن تطورات أزمة كورونا قد تجبرها على التأجيل برأي بعض المراقبين. سواء أجلت الانتخابات العامة في المغرب أم ظل موعدها ثابتا، فإن حجم إقبال الناخبين على التصويت قد يكون ضعيفا في ظل غياب الثقة بين المواطن المغربي والأحزاب السياسية التي لا تملك برأي المراقبين برامج انتخابية قوية تخدم الصالح العام. عبد الحي البقالي، الحرة، الرباط. عموما دعونا نفتح النقاش في هذا الموضوع والحديث أكثر. ينضم إلينا من الرباط عبر سكايب رشيد المسلم، الصحفي ومدير موقع سياسي دوت كوم. صباح الخير عليك أستاذ رشيد. يعني المغرب إذن عالق بين استحقاقات السياسة وتداعيات الاقتصاد، في رأيك الشخصي ومن وجهة نظرك هل ستعقد الانتخابات في موعدها أم أن الأزمة الاقتصادية ستنجح بالفعل في تأجيل هذه الانتخابات؟ أكيد أن أزمة كورونا خلفت تداعيات اقتصادية مهمة واجتماعية انعكست على المجتمع المغربي وعلى القطاعات الحيوية للحياة العامة بالمغرب، ولكن بالرجوع إلى أغلب تصريحات الأحزاب السياسية سواء في المعارضة والأغلبية، هناك توجه عام في إقرار الانتخابات في موعدها باعتبار أن المملكة المغربية دخلت في مجموعة من الإصلاحات ومجموعة من الإكراهات كذلك التي سوف تخلفها الزمن ما بعد كورونا، باعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة سياسية يسيرها حزب العدل والتنمية، ولكن هناك المعارضة تطالب بأن تكون الانتخابات في وقتها، وهناك الآن مشاورات بين الحكومة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بضرورة أن تكون الانتخابات في زمنها مع إقرار إصلاحات سياسية وخصوصا في الأنظمة أو القوانين الانتخابية المقررة للانتخابات سواء التشريعية البرلمانية أو الجماعات المحلية. طيب يعني السيد رشيد، الرافضون للتأجيل يقولوا إنه كورونا باتت واقع لازم نتعايش معه، وإن الحكومة بطبيعة الحال هي خففت القيود وفتحت البلاد، لذلك ليس هناك أي مبرر لتأجيل الانتخابات. كيف تعلق على ذلك؟ أكيد أن الرافضون لهذه العملية الانتخابية لهم مبررات، من بينها أن الحكومة رغم إقرارها برفع التدريجي للحظر الصحي، ولكن أن الحكومة قد فشلت في بعض القطاعات الاجتماعية في تدبيرها لأزمة كورونا، ومن خصوصا أن أغلب أحزاب المعارضة البرلمانية سوف تقدم مذكرات كتابية إلى الحكومة من أجل مواصلة المشاورات السياسية التي بدأت في شهر مارس الماضي، حيث عقد رئيس الحكومة مشاورة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة من أجل الاستعداد للانتخابات في السنة المقبلة. أكيد أن هذه المبررات لها مرتكزات، خصوصا أن ما هو اقتصادي واجتماعي وما هو سياسي باعتبار
باعتبار أن زمن كورونا أبرز معطيات قد تتحمل الحكومة الحالية المسؤولية السياسية فيها. إحدى النقاط الرئيسية أستاذ رشيد في من وجهة نظر يعني أحزاب المعارضة بشكل عام هي أن التأجيل ليس إلا حجة حكومية للتوغل على الحريات والديمقراطية، خصوصا وأن المغرب اليوم يواجه انتقادات فيما يتعلق بتراجع مستوى الحريات والديمقراطية خلال فترة الجائحة. لا أعتقد أن التأجيل له مبررات حقيقية، باعتبار أن المواطن المغربي الآن يحتاج لحكومة قوية ولأحزاب سياسية قوية تجيبه وتقدم له حلول وإجراءات ملموسة في زمن ما بعد كورونا، خصوصا في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. المواطن المغربي اليوم يحتاج إلى دعم مباشر، خصوصا في أن كورونا سوف أنتجت وكشفت عيوب الحكومة في مجموعة من المجالات، ومنها الاقتصاد غير المهيكل والقطاعات غير المهيكلة التي خلفت خسائر مهمة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذلك أن القانون المالي المعدل سوف يكون له انعكاسات، حيث الحكومة الآن تقرب أن توقف أو تراجع عن التوظيفات بالنسبة للشباب المعطل، وكذلك بالنسبة للدعم المباشر للأسر الفقيرة والموزة. نعم. الشاب أو المواطن المغربي يحتاج لحكومة قوية لها برنامج سياسي واقتصادي لما بعد كورونا، ويكون هذا البرنامج له ملموس على الحياة المعيشية والحياة الملموسة سواء للشباب أو للنساء أو للأسر المغربية. طيب بالحديث عن الوضع الاقتصادي، يعني كثير من الخبراء خبراء الاقتصاد كانوا يأكدوا أن المضي قدما بالانتخابات في موعدها بهذه التكلفة راح يرهق ميزانية الدولة، يعني برأيك هل هناك بدائل لتمويل الانتخابات بتكلفة أقل على الأقل؟ أعتقد أن تكلفة الانتخابات ليست مكلفة جدا بالنسبة للمملكة المغربية، باعتبار بأنها هي مجرد إجراء أو امتحان ديمقراطي، ورغم أن العاهل البلاد دعا في خطاب سابق إلى دعم الأحزاب السياسية والرفع من تمويل الأحزاب السياسية، الآن هناك مثلا العديد من الإجراءات ممكن أنها تدعم هذه الانتخابات ليس بالتكلفة المالية، ولكن مدى قابلية المواطن المغربي لإجراء والتجاوب مع الانتخابات في زمن كورونا، ومدى قبوله للبرامج الأحزاب السياسية إن كانت هناك برامج حقيقية وقريبة وتجيب عن إشكالياته والأسئلته الواقعية، وهل الأحزاب السياسية الآن قادرة لإجراء الانتخابات بنخب وبأطر جديدة وبتقديم برامج قريبة منه قريبة من إشكال من أسئلتي اليومية، باعتبار أن الحكومة الآن هي تشكل من 5 أحزاب سياسية. طيب سؤال آخر مهم أستاذ رشيد، يعني في حال عقدت بالفعل الانتخابات في موعدها، هل سيكون هناك إقبال على التصويت أم أنها من الممكن أن تفشل بسبب المخاوف الصحية للمواطنين من التجمعات؟ أكيد هذا سؤال محوري وسؤال مركزي، باعتبار بأن الانتخابات دائما في المملكة المغربية ينتظر أن تكون الانتخابات أن تكون هناك مشاركة كبيرة من الناخبين في العملية السياسية وفي الاقتراع، وهذا دائما السؤال يؤرق الفاعل السياسي ويؤرق الأحزاب السياسية، لأن هناك تدني في المشاركة السياسية بالمغرب، وهذا راجع إلى مدى قدرة الأحزاب السياسية سواء في الأغلبية أو المعارضة في تعطير المواطن المغربي وفي تقديم أن تكون الأحزاب السياسية قريبة منه، وهذا إشكال كبير يقع الآن في المغرب، أن هناك خصومة بين المواطن وبين الأحزاب السياسية التي ما زالت أغلب الأحزاب السياسية ما زالت تعتمد على الخطاب التقليدي في تقديم أو في تعطير المواطن وفي التواصل الدائم مع المواطن، وهذا مطلوب الآن هو أن ما بعد زمن كورونا أن تغير الأحزاب السياسية من تصوراتها أو من برامجها، أن لا تكون هناك برامج متطابقة بين جميع الأحزاب، وأن تكون هذه البرامج قريبة من المواطن سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي وغيره. شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح الأستاذ رشيد المسلم، الصحفي ومدير موقع سياسي .com، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل مشاهدينا، في تونس حقوق العمال عنوان لمعركة جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل التونسي. طبعا
وفي سياق متصل بالأزمات المالية، يبدو أن الاقتصاد التونسي يترنح مجددا. الحكومة قررت عدم اللجوء للتداين الخارجي ووقف زيادات أجور الموظفين في القطاع العام في ظل الوضعية الحرجة المالية لهذه الدولة. طبعا زاد عليها أزمة كورونا التي أنهكت اقتصاد البلاد. رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أعلن أن تونس بحاجة اليوم لقروض إضافية بقيمة 1,600,000,000 دولار بسبب وباء كورونا، وأن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية. يعني معنى هذا الكلام أنه يعني ستتجه ربما إلى خصخصة بعض القطاعات العامة، وهو ما يثير خلافا مع اتحاد الشغل صاحب النفوذ القوي في قطاعات الاقتصاد، والذي يطالب فوق كل ذلك بزيادة أجور العمال والموظفين. حين طبعا أثار قرار الحكومة التونسية وقف التوظيف في المؤسسات الحكومية وزيادة أجور موظفي القطاع العام، أثار احتجاجات النقابات العمالية التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يعارض توجه الحكومة نحو خصخصة مؤسسات عمومية تقول أنها تسجل خسائر كبيرة في موازناتها. صحيح يا باسل. طبعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين طبوبي قال أن القرارات الموجعة التي تتحدث عنها الحكومة تستهدف الفئات الضعيفة، وأيضا التفريط في القطاع العام، وأنها ستزيد الناس أوجاعا. هؤلاء عمال يحتجون للمطالبة بتوظيفهم مباشرة في شركة سكة الحديد الحكومية بعدما كانوا يعملون في شركة خاصة متفرعة عنها. مطالب هؤلاء العمال ومثلهم الآلاف في مختلف القطاعات تصطدم بقرار حكومي يمنع التوظيف في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي انعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية. وعلمناهم أن باش نوصلوا بعد فترة زمنية للبلوكاج هذا، وهذا بعد سنوات وقعنا فيه، واليوم في أزمة مالية سواء على المعدات وإلا أجور الأعوان وإلا التغطية الاجتماعية. الحكومة أعلنت أن عددا من مؤسسات القطاع العام باتت مهددة بالإفلاس بسبب خسائرها، وأنها أصبحت تشكل عبئا على الدولة. موقف أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يخفي رغبة في خصخصة هذه المؤسسات، متهما الحكومة بالدفع إلى إفلاسها استعدادا للتفويت فيها. مثلا ما تحبوش حل الملفات هذه وما يحبوش يصلحها، يحبوها خلاها لين تبرك المؤسسة، وخاصة المؤسسات تنشط في قطاع التنافسي، وخاصة المؤسسات المحطوطة في البورصة اللي هي شركات خفية الاسم، تبرك وقت تعلن الإفلاس، تعلن الإفلاس تتباع بسهولة تامة. رؤيتنا المؤسسات العمومية إصلاحها وإنقاذها من أجل تلعب دور. يكفي يزي ما تبقى من المؤسسات العمومية، ما عادش مسايبين مؤسسة عمومية باش تتفوت، وهذا نقولوه في الاتحاد بالصوت العالي، كلفنا ذلك ما كلفنا. 47 منشأة عامة تسجل خسائر بنحو 380,000,000 دولار، هذا ما كشفته الإحصاءات الرسمية. وتقول الحكومة إنها تعمل على إنعاش جزء من هذه المنشآت التي تشغل عشرات الآلاف من التونسيين. وأن نحمي مؤسساتنا ونتعهد باش نقدموا لها حلول عملية لدعمها في العاجل، لأنها هي عماد الاقتصاد التونسي. وعلى الرغم من تعدد أوجه الأزمة الاقتصادية في تونس، لا سيما تلك التي تعصف بالقطاع العام، تتحدث الحكومة عن مسعى لوقف التدين الخارجي في إطار سياسة تقشف، هدف وصفه بعض خبراء الاقتصاد بأنه شبه مستحيل في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. الأوضاع ستكون صعبة، والإجراءات اللي ماشي فيها الحكومة لا أرى لها يعني جدوى كبيرة. الإجراءات الحقيقة هي ما تم اقتراحه علنا، في إجراءات استثنائية جدا لأن الوضع استثنائي جدا، وهذه الإجراءات يعني تخص أنه للدولة الآن أن تقترض مباشرة من البنك المركزي. أزمة جائحة كورونا زادت في الأعباء الاقتصادية للبلاد، ما جعل الحكومة تواجه موجة احتجاجات اجتماعية متصاعدة. تواجه الحكومة التونسية معارضة شديدة من قبل نقابات العمال والموظفين الرافضة لخصخصة بعض المؤسسات والمنشآت العامة، معارضة يعكسها تصاعد الحراك الاحتجاجي للعمال والموظفين في قطاعات مهنية عدة خلال الأعوام الأخيرة. توفيق عائشة، الحرة، تونس.
رغم أن الاقتصاد التونسي على حافة الانهيار بسبب الديون الخارجية والضغوط الداخلية للعمال والموظفين، إلا أنه طبعا يصر اتحاد الشغل على زيادة الأجور حتى تحافظ الدولة على القطاع العام. اليوم يبلغ عدد الشركات التابعة للقطاع العام في تونس حوالي 216 شركة في 21 قطاع مختلف، أغلبها تعمل في مجال الطاقة والصناعة والصحة والخدمات. بدأت رحلة الخصخصة أو خصخصة القطاع العام في تونس عام 2017، وخاصة القطاعات اللي اقتربت من الإفلاس، وذلك رغم رصد الدولة حوالي 4.7 مليار دولار للشركات المتعثرة بين عامين 2014 و2016. بينما وصل الدين الخارجي وفقا لأرقام الحكومة إلى مستويات خطيرة، مسجلا 60% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30% فقط في عام 2013. في المقابل، اتحاد الشغل الذي يرفض أي خصخصة للقطاع العام يقول إن معدل أجور الموظفين في تونس من أقل المعدلات في العالم ولا تفي إطلاقا بالاحتياجات، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 6.3% الشهر الماضي. ورغم ذلك، شددت الحكومة على ضرورة إنقاذ المؤسسات العامة عن طريق بيعها للقطاع الخاص وفق مشروع إصلاحي جديد، مؤكدة أنها ستكتفي بأداء دور المراقب وإنفاذ القانون على الفاسدين دون الاستثمار مجددا في القطاعات غير الربحية. إذن يا باسل، السؤال هو وين وصلت عملية خصخصة القطاع العام في تونس، وإيش سبب رفض اتحاد الشغل مشاريع الخصخصة؟ الإجابات في الحوار اللي أجرته لين البوديري مع الخبير الاقتصادي الدكتور المعز الجودي. نتابع. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور المعز الجودي، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور المعز. يعني بداية منذ عام 2017 والحكومة تطرح فكرة خصخصة بعض منشآت القطاع العام، خاصة المهددة أصلا بالإفلاس، إلا أنه هذا الطرح قوبل بالرفض من قبل اتحاد الشغل، أي صاحب اليد الطولة في الاقتصاد التونسي. السؤال هنا، أين وصلت عملية تنفيذ الخصخصة؟ إلى حد الآن هناك عدم تفاهم وعدم اتفاق على عملية الخصخصة في تونس، مع العلم أن عملية الخصخصة صارت قبل ونجحت في تونس، وهذه ليست بدعة، وهي تدخل الآن في إطار سلاح منظومة المؤسسات العمومية التي تشكو من عدة هنات ومن عدة نقائص. فهناك الآن مؤسسات عمومية يجب أن تكون عند الدولة التونسية، لأنها مؤسسات استراتيجية ومؤسسات تتصل بالأمن القومي للبلاد، وهناك مؤسسات ومساهمات غير استراتيجية، ومن الأجدى ومن الأنفع أن الدولة التونسية تبيع هذه المؤسسات. فالاتحاد العام التونسي الشغل غير موافق على هذا التمشي، لأنه يرى أن الدولة ستفوت في القطاع العام والدولة ستصبح دولة ليبرالية، وهذا لا يقبله الاتحاد العام التونسي للشغل. لكن هالمقاربة هذه غير صحيحة، لأن الاتحاد العام التونسي الشغل عنده كما يقولوا مصالحه وعنده أهدافه، لأنه حضوره مكثف كنقابة في المؤسسات العمومية وعنده سلطة مربوطة بهالمؤسسات العمومية هذه. فتواجده في المؤسسات العمومية هو تواجد استراتيجي وتواجد حقيقة مربوط بمصالح الاتحاد العام التونسي للشغل. طيب دكتور، يعني حسب رأيك لماذا يرفض اتحاد الشغل الخصخصة، لا سيما أنه هنالك منشآت مذكورة مهددة بالإفلاس أو حتى هي فعليا أفلست؟ هو الآن هناك تقريبا 106 منشأة عمومية، وهناك مساهمات عمومية، وحضور الدولة مكثف في المؤسسات العمومية التونسية، وهذا غير ناجع بالمرة. فهناك مجامع عندها احتكار في الأسواق اللي هي مجامع عمومية، وهذا غير ناجع بالنسبة للاقتصاد، كمجمع التبغ والوقيد. الدولة التونسية عندها 3 بنوك عمومية، الدولة التونسية تقوم بعملية الشحن والترصيف في الأبراج، فهذه ليست أنشطة حقيقة عمومية وتنفع الدولة. القطاع الخاص معطي نجم يقوم بهذه الأنشطة، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض، لأنه من وجهة نظر متاعه أنه هذا عملية الخصخصة تدخل ضمن الإصلاحات المفروضة من طرف المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، إذا الدولة تنفذ هذه الإصلاحات فهي تنقاد إلى عملية ضغط وعملية ابتزاز من طرف المؤسسات الدولية المانحة. وفي نفس الوقت بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، نعم، لكن دكتور، يعني تجربة الخصخصة كانت ناجحة في العديد من الدول، يعني خاصة التي كانت تعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية، لكن هنا ما هو الاختلاف بالنسبة لتونس؟
هذا ما نقوله نحن كخبراء وكمختصين في الشأن الاقتصادي. نحن ننصح الدولة التونسية أن تقوم بعملية إصلاح المؤسسات العمومية وأن تعيد النظر في تركيبة محفظة مساهمات الدولة وأن تقوم بعملية خصصة لبعض المساهمات وبعض المؤسسات التي لا تنفع أن تكون الآن عند الدولة وعند تصرف الدولة، لأنه تصرف الدولة غير حكيم وفيه العديد من التصرفات الغير ناجعة، انتدابات عشوائية، تصرف مالي غير محكم، نوع من المبالاة بالاستراتيجيات وبكل ما هو منافسة في القطاعات الحيوية. فتصرف الدولة لم يكن حكيم في العديد من المؤسسات العمومية. هذه نصيحتنا وهذا موقفي أنا شخصيا في هذا الملف. لكن الآن الوضع السياسي هو وضع سياسي غير مستقر، وهناك تجاذبات واختلافات. والاتحاد العام التونسي للشغل فيه تيارات في وسط الاتحاد العام التونسي للشغل، هي تيارات عندها خلفية سياسية وخلفية يسارية وضد كل ما هو سياسات ليبرالية، وتعتبر أنه خصخصة المؤسسات العمومية أو البعض منها هي ضمن السياسات الليبرالية المتوحشة. فنحن غير موافقين على هذه المقاربة. فعملية الخوصة نجم تدخل معناتها ضمن وفي إطار إصلاح المؤسسات العمومية لإدخال أكثر نجاعة في هذه المؤسسات. دكتور المعز، صندوق النقد الدولي دعا أكثر من مرة الحكومة التونسية للجوء إلى الخصخصة تفاديا لما يسمى بالانهيار. حسب رأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة أمام تونس؟ المشكل الأساسي هو أن الحكومات التي موجودة الآن بعد ثورة 14 جانفي 2011 هي حكومات ضعيفة نوعا ما من ناحية الاستقرار ومن ناحية كذلك الكفاءات الاقتصادية. فعديد الحكومات هي حكومات غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات، وليست لها الشجاعة السياسية الكافية، وليست لها القدرة على تنفيذ ما يقع معناتها التعهد به. فالحكومات المتتالية تعهدت عند صندوق النقد الدولي وعند البنك الدولي أنها ستقوم بإصلاحات، منها إصلاح المؤسسات العمومية. وإلى حد الآن هناك نوع من التلكؤ ونوع من البطء في تنفيذ هذه الإصلاحات، لأنه هناك حسابات سياسية ضيقة. فحسب اعتقادي الطريقة السليمة هو أنه يقع حوار وطني اقتصادي واجتماعي، وأن تجلس الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، ومع كامل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وأن يقع التفاهم على خريطة الطريق وعلى خطة يقع تنفيذها فيها جانب إصلاحي وفيها جانب تنموي وإعادة تنشيط الاقتصاد. فأنا من رأيي أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في عملية الخصخصة لتكون العملية شفافة، وأن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل طرف في هذه العمليات. فإذا هناك تجاذبات وهناك اختلاف جوهري في المقاربة فالعملية لن تصير الإصلاحات هذه لن تنفذ. دكتور المعز، يعني ماذا عن الدين العام التونسي؟ هل هنالك أرقام عن حجم الدين الكلي؟ صح، هناك مشكلة كبيرة في تونس فيما يخص الدين العمومي، وأصبحت حقيقة أصبحت هذه المسألة مسألة جوهرية ومسألة خطيرة نوعا ما. لأنه الدين العمومي الآن وصل إلى حدود 80% من الناتج المحلي الخام، والدين العمومي سيصل من هنا لآخر السنة إلى 85% من الناتج المحلي الخام. وإذا نأخذ بعين الاعتبار ديون المؤسسات العمومية والديون معناتها على المدى القصير، سنجد أن الدين العمومي في تونس يتجاوز 100%. وفي نفس الوقت هناك خدمات دين بقرابة 11.4 مليار دينار في سنة 2020. والدين العمومي يذهب بالأخص إلى النفقات العمومية، لا يذهب إلى المشاريع أو إلى التنمية، وهذا خطير جدا. فالآن المسألة بالنسبة لي مسألة حياتية ومسألة أولوية. إلى حد الآن ليست هناك مقاربة من طرف الحكومات المتتالية. حكومة ياس فخفاخ قالت أنها ستتفادى الديون الخارجية، لكن هي ليس عندها الاختيار، لأن تونس الآن نسبة المخاطر عالية، ومؤسسة الدين الدولي لا تريد أن تعطي أكثر قروض إلى تونس، لأنه فيه معناتها مخاطر حول معناتها الصلابة المالية لتونس. نعم. فالآن المسألة يجب أن تكون مسألة حوار وطني وأخذ قرار فيما يخص الدين العمومي، لأنه المسألة أصبحت خطيرة وتهدد السيادة الوطنية وتدخل تونس في نوع من التبعية الاقتصادية. نشكر وجودك معنا الخبير الاقتصادي الدكتور المعز الجودي، شكرا جزيلا لك.
طبعا الصراع بين المعارضة والشارع وبين الحكومة والشعب مسلسل مستمر في مختلف الدول. وإذا ما انتقلنا بنفس هذه الفكرة إلى سوريا وبعد أكثر من 9 سنوات من الحرب، قد يتساءل البعض ماذا تبقى من حلم الدولة المدنية، وهل ستنسى شعارات المساواة والمطالب الحقوقية التي رفعها المتظاهرون يوما، وهل تتسع سوريا اليوم لكل مواطنيها بعد سنوات الحرب والدمار والنزاع على السلطة؟ هذه الأسئلة كانت بالفعل حافزا لإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التوقيعات على البيان الذي يحمل عنوان إعلان الوطنية السورية. نعم يا باسل، البيان الذي نشره عدد من المعارضين السوريين والنشطاء الحقوقيين عرفوا من خلاله رؤيتهم لمفهوم الوطنية السورية وحقوق الأفراد ونظام الأمن والحريات اللي بيتمنوا إنهم يوصلوا لها في دولة سورية موحدة. وأكد الموقعون على البيان أهمية نشره في هذا الوقت اللي بتشهد فيه الساحة السياسية نوع من الفقر بالقوة الوطنية السورية القادرة على قيادة الشعب والعمل في ضوء رؤية وطنية سورية من بعد سنوات من الانقسام والتدخل الخارجي. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا وعبر سكايب من بروكسل الكاتب والصحفي هونشينغ أوسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ هونشينغ. يعني إذا كنا نتكلم عن البيان الجديد وإعادة تعريف المواطنة، هل هذا معناه العودة للمربع الأول ومحاولة إحياء الشارع؟ صباح الخير لك ولكل المشاهدين ولكل السوريين في كل مكان. البيان على الصعيد النظري هو بالفعل يعني بعد هذه السنوات العجاف من الحرب الأهلية محاولة لإعادة قراءة مفهوم الوطنية. معروف يعني عبر التاريخ السوري أن الفترة الوطنية كانت فترة قصيرة بعد رحيل الانتداب الفرنسية، فترة مطلع الخمسينات، وانتهى هذه الحقبة في بدولة الوحدة ما بين سوريا ومصر بقيادة جمال عبد الناصر. اتيان المشروع القومي الناصري كان ممهد أيضا للمشروع القومي البعثي لحكم سوريا والإطاحة بكل ما هو وطني أو جامع أو مشترك بين مكونات المجتمع السوري. أن الثورة السورية عندما انطلقت على نظام الأسد هي أيضا كانت خطوة أساسية وأولية لتأسيس أو إعادة تأسيس الوطنية السورية، لكن يعني ما جمعته الثورة من هذه المفاهيم الجميلة القائمة على التشارك والتعاضد الوطني والانتماءات الأوسع العابرة للامتنامات المناطقية والعقائدية والأيديولوجية والقومية، هذه المشتركات أطاحت بها الحرب الأهلية بصراحة. طيب سيد هوشنك، يعني دعنا نتحدث عن هذه الفكرة بالتحديد، فكرة إعادة صياغة مفهوم الوطنية السورية اليوم بعد 9 سنوات من الحرب والثورة. ماذا يعني أن تكون سوريا أو وطنيا سوريا؟ الحروب ممزقة للأنسجة الاجتماعية، كذلك النظم الاستبدادية تحاول دائما الاشتغال على التمزيق والتفريق الوطني. جملة أو كمية كبيرة من الأحقاد كانت موجودة قبل الثورة أيضا، يعني أحقاد زرعها النظام السوري. النظام السوري استخدم سياسة فرق تسد حتى أكثر من الفرنسيين الذين احتلوا سوريا في يوم من الأيام ورابط عقد من الزمن. أن تكون سوريا أو مفهوم المواطنة السورية على الصعيد النظري هو الانتماء إلى هذا التنوع الحضاري، التنوع الثقافي، التنوع الديني والقومي السوري، بعيدا من تراكمات الأحقاد التاريخية والصراعات والأزمات التاريخية ومفهوم
طبعا يعني مسألة التخوين، يعني التخوين أو التكفير على الصعيد الديني والطائفي، أن تكون سوريا يعني أن تكون عابر لكل هذه الأطر الضيقة نحو الفضاء الأوسع، الفضاء الوطني الذي ينبغي للكل أن يتنازل، للكل حتى يعني يحصل على إرادة الحياة المشتركة ويحافظ على هذه الإرادة ويعززوها. الوطنية السورية يعني فعل تراكمي وإنتاجي يومي، ليس فقط على الصعيد النظري إنما على الصعيد العملي. حتى الآن يعني سوريا كانت محرومة من هذه الوطنية، لذلك يعني ثار السوريون على نظام استبدادي فعل فيهم ما فعل قرابة يعني 50 سنة. هذه التعريفات والتفاصيل المتضمنة في هذا البيان كانت أكثر من جيدة وتصون حقوق الجميع، لكن يعني هل سيكتب لها النجاح برأيك، أو ماذا تريد حتى تنجح؟ هي محاولة، هي خطوة تأسيسية، خطوة نظرية ناجمة عن آلام ومعاناة السوريين ككل، ناجمة عن يعني ضحايا هذه الحرب وضحايا الاستبداد في سوريا قبل الثورة وبعدها وما خلفته الثورة من تمزقات أهلية بفعل الحرب الأهلية. معروف إنه كل ثورة ممكن أن تنزلق إلى حرب أهلية، لكن كل حرب أهلية لا تنتج ثورة. والبيانات التأسيسية اللي تشبه هذه البيانات عادة ما تصدر في هيك مراحل، يعني في مراحل يكون فيها كل الأطراف المشتركة في هذه الحرب قد يئسوا من هذه الحرب ويريدون يعني طي هذه الصفحة ولو بخطوة نظرية تأسيسية لما هو أفضل لكل السوريين. هناك اليوم من يرى أن هذه البيانات ربما تغرد في عالم منفصل، يعني على أرض الواقع مرشحو الرئاسة يزدادون يوما بعد الآخر عبر وسائل التواصل، وإن كان ربما بصورة وصفت بالهزلية، والأسد ما زال في السلطة. على ماذا يراهنون أو يراهن من أطلقوا هذا البيان ومن وقعوا عليه بالفعل؟ هلا الرهانات كثيرة، الرهانات يعني ما يجمع السوريين تاريخيا ومصيريا أكثر مما يفرقهم. أنا ذكرت لك أنه النظام السوري فعل في المجتمع السوري أكثر ما فعله الفرنسيون. هنالك رهان ربما يكون يعني نوعا ما ضئيل، رهان الضحايا، حاضنة النظام أيضا تعاني من وطأة الحرب، المعارضين أو المجتمع ككل النظام السوري يعاني من النظام السوري. الرهان هو على الطاقات السورية الإبداعية، الطاقات السياسية التي تنظر إلى سوريا كأنها للكل وليست لقومية معينة أو لطائفة معينة أو لحزب معين. هذا المفهوم الحضاري للدولة الوطنية المنجز في بلدان أخرى، وتوق السوريين لهذا الطرح أو هذا الشكل من الدولة الوطنية هو الذي يعول عليه. وهذا الحلم كما أنت أسميته ليس مستحيلا، لكن هو حاليا على الوضع الراهن صعب، لكنه ليس كل شيء صعب مستحيل بالضرورة. نعم، ليس كل صعب مستحيل. أنا أشكر مداخلك اليوم معنا من بروكسل الكاتب الصحفي هوشنيك أوسي، شكرا لك. بعد قليل سنتعرف على المدرب المرشح للفوز بلقب أفضل مدرب في عالم كرة القدم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. رياضيا تبدو الساحرة المستديرة الأوروبية في حالة خصام مع مجموعة من المدربين من أصحاب الإنجازات والأسامي العملاقة في أوروبا، ولكنها في نفس الوقت تبتسم بشدة لمدربين آخرين، خصوصا زين الدين زيدان الذي حصد اللقب في 3 مناسبات. طبعا بينما أفضل مدرب في العالم حاليا وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم الألماني يوغن كلوب الذي فاز باللقب في مناسبة واحدة فقط.
الإنجازات المحلية لا تعني بالضرورة معانقة الأميرة الأوروبية. دوري أبطال أوروبا حيث باتت البطولة الأعرق في العالم صعبة على بعض المدربين الذين يمتلكون تاريخا كبيرا وفلسفة في عالم الساحرة المستديرة، في حين تبتسم لمدربين آخرين. المدرب الألماني المعتزل يوب هينكس أحرز اللقب للمرة الأولى في ظل قيادته للمرينجي ريال مدريد صيف 1998، ثم عاد للدوري الألماني وقاد عدة فرق قبل أن يتحول للعملاق البافاري طبعا الذي قاده للقب في صيف 2013 بالفوز على الغريم التقليدي دورتموند في ملعب ويمبلي في لندن. أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون بدأ مشواره مع دوري الأبطال بمباراة تاريخية استطاع فيها التغلب على بايرن ميونخ وإحراز اللقب في الثواني الأخيرة في موسم 98-99 بأقدام المدرب الحالي للشياطين الحمر سولشاير، ثم عاد للفوز بالبطولة في العام 2008 في موسكو. مخترع فلسفة التيكي تاكا الإسباني بيب غوارديولا امتلك فريق رائع وفرض أسلوب لاعبه على جميع فرق الدوري الإسباني، ولكن مع ذلك دوري الأبطال لم يعرف طريقه لخزائن غوارديولا إلا في مناسبتين فقط في 2009 و2011 مع برشلونة. بداية صعود جوزيه مورينيو لمنصات التتويج الأوروبية كانت من خلال مفاجأة كبرى عندما حقق اللقب مع بورتو في عام 2004، ولكن لم يحالفه الحظ مع تشيلسي في الفوز بالبطولة على مدى 6 أعوام، ليعود الحظ ويبتسم له بالفوز بالبطولة مرة أخرى في ظل قيادته للنيراتسوري صيف 2010. يلقب في أوروبا بأنه خبير دوري الأبطال والفائز باللقب في 3 مناسبات مع أندية الميلان مرتين والريال مدريد ريال مدريد مرة واحدة. إنه طبعا الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تتعاقد معه الأندية الراغبة في الفوز بدوري الأبطال نظرا لحنكته الشديدة في التعامل مع المباريات الأوروبية بالتحديد. كارلو أنشيلوتي ورث خبرته الأوروبية لتلميذه الأول زين الدين زيدان الذي يمتلك التاريخ الأبرز في دوري الأبطال بعد الفوز بالبطولة في 3 مواسم متتالية مع ريال مدريد، وتبدو فرصه بالفعل قائمة في تحقيق اللقب الرابع هذا الموسم، ولكن تنتظره بداية موقعة كروية كبيرة في ملعب الاتحاد أمام المان سيتي. وللحديث أكثر ينضم إلينا الصحفي الرياضي متري حجار رئيس تحرير موقع سبورت 360 الرياضي. أهلا وسهلا فيك وصباحك سعيد كابتن. يعني لما نبغي نتكلم عن المباريات صباح الورد، لما نتكلم عن المباريات المحلية ومباريات دوري الأبطال، وين يكون الاختلاف في طريقة إدارة هذا النوع من المباريات؟ لا، الاختلاف كلي تماما. يعني نحن عم نحكي على دوري طويل مؤلف غالبا من 38 الى 40 مرحله، يمكن في مجال للتعويض، في مجال للتعامل مع، يعني هناك فوارق زمنيه بين المباريات. في دوري ابطال اوروبا المساله مختلفه تماما، بعد دور المجموعات هو عباره عن 6 مباريات تجي على خروج المغلوب، دائما ما تلعب على التفاصيل الصغيره، يمكن اي شيء انه يغيرها. هنا يتطلب من الفريق، هنا يقال ان الفريق لديه شخصيه دوري الابطال، يعرف ان يتعامل مع التفاصيل الصغيره، يعرف ان يتعامل مع وضعيته ما قبل اللقاء وخلال اللقاء، يعرف ان يعرف كيف يتعامل مع نظام المباراتين. هلا حاليا كمان عندنا نظام المباراه الواحده تحت كوفيد 19، هي ستفرض ضغوط اكبر على الفرق والمدربين. فبطولة نظامها مختلف. يعني انت تلعبي بالدوري هن كلهم لنقل كلهم خلانه، كلهم من دوله واحده، لديهم نوع من الاسلوب معين تعرفهم وبيعرفوا. في اوروبا انت دائما تواجه اساليب جديده، تواجه افكار جديده، سواء من الفرق الكبرى او من فرق ثانيه. فهون خصوصيه دوري الابطال يجمع الجميع بهويات مختلفه وبحاجه لشخصيه محدده. طيب، يعني مع اخذ هذه الفروقات في الاعتبار، يعني في رايك ايه المواصفات اللي ميزت انشيلوتي وزيدان بالتحديد ومنحتهم الصداره في عدد مرات الفوز بدوري الابطال؟ مسالتين. الاولى معرفه التعامل مع التفاصيل، وثانيا وهو ما يحب الجميع سماعه وهو الحظ. يجب ان يبتسم للمدرب خلال دوري ابطال اوروبا مره واحده على الاقل. يعني لناخذ غوارديولا 2009، هدف إنيستا كان ممكن أن لا يأتي، والسداسية كلها كانت تلغي، لكن جاء. زين الدين زيدان في مباراته أمام اليوفنتوس، كارلو أنشيلوتي عام 2003 كانت هناك مباراة أمام أياكس سجل هدف في الدقيقة الأخيرة، ويعني الحظ يجب أن يبتسم لك، وهو فاز بالنهائي بضربات الترجيح.
يجب أن يكون، أو لنقل ليس الحظ، لنقل نوع من التوفيق. التوفيق ضروري في دوري أبطال أوروبا لأن هي كلها قائمة على الأمور الصغيرة، قائمة على بطاقة حمراء بداية الأمر، هدف مبكر، قلة تركيز بلحظة معينة، فأنت بحاجة إلى التوفيق. بطولة صعبة جدا لأنك تواجه أقوى فرق يعني أوروبا. التوفيق والحظ يعني الموضوع غير متعلق بمواصفات خاصة بالمدرب نفسه. أنا رأيي دائما أن التوفيق والحظ يأتي للفريق الذي يلعب جيدا، يعني على المدرب أن يحضر فريقه ويقدم أفضل ما عنده. قد يعني بحاجة للحظ ليكمل القطعة الناقصة، لكن لا يمكن أنه فريق يفوت على البطولة وما أنه محضر ولا يقدم أداء جيد ويتأهل، هذا مستحيل يعني. صحيح. بس مثلا تشيلسي 2009 افتقد هذا الحظ، يعني جوس هيدينغ افتقد هذا الحظ. خلينا نتكلم شوية عن اللي بيصير لهذه السنة. يعني سمعنا قبل أيام عن تعليق كلوب بأنه بيب غوارديولا هو أفضل مدرب لهذا العام، خلينا أعرف إيش خلفية هذا التصريح. انا اعتقد انه هو من نوع من المجامله المهنيه، يعني هو اكيد استند على معلومه على امور معينه، يعني تقييم شخصي. لا هي في ليكي في 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 الالقاب التي حققها كمدرب. غوارديولا حقق القاب في كل فريق دربه، غير كره القدم في كل دوله درب فيها، يعني غير كره القدم في اسبانيا، قدم اسلوب رغم انه اسبانيا دوله هجوميه، قدم اسلوب هجومي اكثر، جاء على المانيا لعب كره قدم. ولكن غوارديولا تولى قياده بايرن ميونخ ومانشستر سيتي مع بعد فترته مع برشلونه ولم يفز باللقب مع الفريقين. اي شو المشكله؟ لا رأي مشكله في يعني هذا يتعارض مع كونه او التعليق بانه افضل مدرب في العالم. مسألة أفضل مدرب بالعالم هي لقب، هل أفضل مدرب في العالم هو فقط الذي يفوز بدوري الأبطال؟ إذن أنشيلوتي أفضل مدرب بالتاريخ، زيدان أفضل مدرب بالتاريخ، وهذا الكلام غير صحيح. يعني المدرب بما يصنع، يعني أفضل المدرب. مدرب ليس هو المدرب الذي يفوز بأكثر وأكبر عدد من الألقاب في رأيك؟ شوف مثلا أعطيك مثال، ماوريتسيو بوكوتينو أنا برأيي من أفضل مدربين في العالم، لم يحرز ولا لقب. في مقالة كاملة بسكاي كانت مكتوبة عن ما فعله بوكيتينو في الأندية التي دربها، واعتبر هو مدرب وورد كلاس من الطراز الأول، لكنه مغرم بالمشاريع الصغيرة، يعني أنه يبدأ مثل ما بدأ بساوثهامبتون راح انتقل على توتنهام، صنع شيء كبير جدا. هل يمكن أن نقول أن كلوب ليس أفضل مدرب في العالم؟ كل ألقابه عبارة عن لقب بدور الأبطال، لقب بدور الإنجليزي أو لقبين بألمانيا. بيب غوارديولا جابهم بموسم واحد. طيب المسألة تختلف من يعني كيف تنظر. أنا برأيي المدرب بعمل، المدرب ببصمته، بماذا، ما الذي غيره؟ غوارديولا أهم من ألقابه التي حصدها هو التغيير الذي أحدثه. يورغن كلوب الذي حول ليفربول من فريق يعني كانوا يتمسخروا عليه، لم يحرز اللقب، فريق كان محطم، إلى أقوى فريق في أوروبا وإنجلترا. يعني السنة العام الماضي هو حامل اللقب. تفضلي كابتن، أبغى أعرف رأيك، تتوقع من هو المدرب القادر على حصد اللقب لهذا العام؟ أنا أعتقد أنه بيب غوارديولا هو من المرشحين لحصد اللقب. هلأ لا يمكن أنه زين الدين زيدان في موقع جدا جيد، لكن في مسألة هون مهمة، تشوف التفاصيل الصغيرة شلون تلعب. يوم الجمعة ستجري قرعة دوري الأبطال، حتى اللحظة نحن لا نعرف إن كانت إنجلترا ستسمح للقادمين من الخارج أنهم يتجاوزوا الحجر الصحي. إذا تم إعطاء استثناء ولعب السيتي على أرضه، فالأمور أفضلية لمانشستر سيتي. في حال لم تعطى سيتم اللعب على ملعب محايد، سيفقد غوارديولا هذه الأفضلية. ف يعني في شؤون صغيرة تغير، يعني في شؤون تغير الموازين. هي أهمية دوري الأبطال، القدرة على التعامل مع الأمور الصغيرة، القدرة على الحفاظ على التركيز. هلا تمام. شكرك على وجودك معنا هذا الصباح، متري حجار، رئيس تحرير موقع سبورت 360 الرياضي، شكرا جزيلا لك. نبقى مشاهدينا في عالم الرياضة، ولكن إلى كرة السلة. قبل قليل بدأ لاعبو رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بالوصول إلى مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. طبعا تستأنف منافسات الدوري التي علقت في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من 30 يوليو الحالي، ضمن إجراءات صحية شديدة أطلق عليها فقاعة الحجر الصحي لضمان سلامة اللاعبين والكوادر الفنية.
المنافسات ستقام طبعا في ظروف استثنائية، اللاعبون سيتواجدون بمفردهم في المنتجع دون أفراد العائلة أو حتى أصدقائهم الذين سيتمكنون ربما من الانضمام إليهم بعد نهاية الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية، كما سيتم إخضاع هؤلاء الضيوف لاختبار كوفيد-19 قبل الوصول، وأيضا إلزامهم بالبقاء في الحجر الصحي الذاتي لمدة 3 أيام. في حلقة الغد مشاهدينا سنفتح ملف تطبيق التيك توك والجدل اللي بيدور حوله سواء على المستوى السياسي ومنع عدة بلدان استخدام هذا التطبيق لشبهات تجسسية، وأيضا على المستوى الاجتماعي ربما بعد وفاة عدد من الأطفال شنقا آخرهم طفل مصري أول أمس. الموضوع سبب موجة من الغضب على التطبيق بسبب ما يعرف بتحدي الشنق، وتعالت الأصوات بحجبه لتأثيره السلبي على الأطفال والمراهقين. طبعا سؤالنا لكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج اليوم راح يكون: هل ترى أنه تطبيق تيك توك يؤثر سلبيا على المجتمع؟ شاركونا إجاباتكم على صفحة برنامج اليوم على الفيسبوك. بهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا تراسلونا بآرائكم على موقع البرنامج. إلى اللقاء.